شهد وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي المشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية الذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثالث الميدانية. يأتي المشروع في إطار خطة التدريب السنوية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وعدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية والذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثالث الميداني، والذي يأتي في إطار خطة التدريب السنوية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وعدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية. وألقى قائد الجيش الثالث الميداني كلمة أكد خلالها على الدعم المستمر من القيادة العامة للقوات المسلحة للجيش الثالث الميداني ليظل دائما على استعداد تام لتنفيذ كافة المهام والأنشطة التدريبية المكلفين بها للحفاظ على الوطن وصون مقدساته. بدأت المرحلة بعرض ملخص الفكرة التكتيكية لمراحل المشروع، كما تضمنت المرحلة تنفيذ أعمال الإسقاط والإبرار الجوي لعناصر المظلات. تلا ذلك قيام المقاتلات والطائرات متعددة المهام بتنفيذ طلعات الاستطلاع والمعاونة لدعم أعمال قتال القوات وتدمير الاحتياطات المعادية بمساندة المدفعية وباستغلال التمهيد النيراني. كما قامت القوات المهاجمة باقتحام الحد الأمامي لدفاعات العدو وتدمير الأهداف المعادية بدقة عالية وتحقيق المهام المخططة في التوقيتات المحددة، وذلك بمعاونة طائرات الهليكوبتر المسلح وعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات. وتحت ستر الوقاية المحققة لوسائل وأسلحة الدفاع الجوي وبمساندة المدفعية لتدمير الاحتياطات. ثم قامت العناصر المدرعة والمشاة الميكانيكي بتطوير الهجوم واختراق الدفاعات المعادية والاشتباك معها وتدميرها بتناغم كامل بين كافة عناصر تشكيل المعركة. وأشاد الفريق أول محمد زكي بالأداء المتميز الذي وصلت إليه القوات المنفذة للمشروع وأداء المهام القتالية والنيرانية، مؤكداً حرص القوات المسلحة على الاهتمام بجميع عناصر الكفاءة القتالية والاستعداد القتالي للوحدات والتشكيلات والارتقاء بإمكاناتها وقدراتها في كافة المجالات. وناقش عدداً من القادة والضباط المشاركين في المشروع لصقل مهارة الدارسين ونقل خبرات التدريب وتعميق الدروس المستفادة منه، وطالبهم بأن يكونوا قدوة في الانضباط والتفاني في أداء مهامهم وما يتطلبه ذلك من يقظة كاملة للمحافظة على أمن الوطن واستقراره وسلامة أراضيه. ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال الجيش الثالث الميداني، وقدم القائد العام التهنئة للفريق أسامة عسكر لتوليه منصب رئاسة الأركان متمنيا له التوفيق في استكمال مسيرة نجاح القوات المسلحة على كافة الأصعدة. كما وجه الشكر والتقدير للفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق على جهوده طوال الفترة الماضية في دعم القوات المسلحة بما يمتلكه من خبرات علمية وعملية في مختلف المجالات العسكرية. وأثنى القائد العام على جهود القوات المسلحة في حماية حدود مصر على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.